أسعد الناس بالتوفيق وأولاهم به من ذكر الله في جميع أحواله، هو العبد الذي لا يفتر عن ذكر الله طرفة عين، قلبه دائما يتذكر الله عز وجل، تراه مشلولا على الفراش يحمل، حامدا لله شاكرا، راضيا بقضاء الله صابرا، محتسبا، حامدا لله على عافيته، يقول ما دام ديني سالما فلا أبالي، إلهي إني راض بقضائك وقدرك، راجع لرحمتك، لا يزال موفقا في البلاء بالكلام الذي يرضي ربه، يتملق الله سبحانه وتعالى، يرضي الله، وحاله في أشد الحالات تجده محموما مريضا في شدة البلاء في شدة الكرب، ولا يزال يثني على الله لأنه ما غفل عن الله طرفة عين، لا تجده يصرخ ولا يتجزع ولا يجزع، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، فتجد نفسه عالية. هذا التوفيق، لقد خرج أقوام من الدنيا بكلمات رضي الله بها عنهم رضا لا سخط بعده أبدا. يقول الطبيب للمريض: ذهب بصرك، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد ملك لله، أعطاني الله بصري وابتلاني بفقده، اللهم رضيت بقضائك وقدرك. يقال: يا فلان مات ابنك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، مات أبوك، ماتت أمك، مات أخوك، ماتت أختك، مات حبيبك، قال: رضيت بالله، إنا لله وإنا إليه. توفيق، كلام تفتح له أبواب السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. التوفيق أن تعرف من ربك وكيف تعامله، أن تعلم أنه لن تكون حركة في هذه الدنيا ولا سكون إلا بأمر الله، أنك تحت أمره تحت قهره، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يأتي الشيطان يقول للإنسان: أأنت الذي كنت تذهب وتأتي، وأنت الذي تصول وتجول، وأنت الذي كان عندك المال والغنى، اليوم أنت فقير، هكذا يفعل بك ربك؟ يقول: نعم، ونعمت عيني، ورضيت بما كتب لي ربي، المال مال الله، فإن أعطاني رضيت بالله، وإن أخذه مني فلا اعتراض على قضاء الله. يقال: هذا السكر قد أخذ قدمك، هلما نقطعها؟ يقول: رضيت بالله، أحتسب الثواب عند الله. توفيق، موفق لا يقول إلا ما يرضي الله، الموفق يقول الكلمة فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، الموفق يعمل العمل فيرضي الله رضا لا سخط بعده أبدا. يأتيك البلاء، تأتيك الفجائع، الفوازع، القوارع، فتتلقاها بالنفس المؤمنة، تتلقاها بالصدر المنشرح، بالقلب المطمئن، رضيت بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، تكون مع الله في جميع أحوالك. فإذا أعطاك الله الخير وبسط لك من النعمة نظرت إلى نعمته، يدخل الرجل على أهله وولده وزوجه فيقول: يا رب كنت وحيدا فسترتني وأعطيتني زوجة أعف بها فرجي وأحصن بها فرجي، يا ربي لك الحمد، ثم أعطيتني زوجة مؤمنة تصبرني وتذكرني بك، يا ربي لك الحمد، ثم أعطيتني زوجة في عافية، يا ربي لك الحمد، ثم أعطيتني أولادا وأردت أن يبقى عقبي ولم تقطع لي عقبي، يا ربي لك الحمد، ثم أعطيتني ذكورا وإناثا، يا ربي لك الحمد. فلا يزال ينظر أن تعيش مع الله، ألا تكون مع الغافلين، ألا تلهو مع اللاهين. الموفق هو الذي وفق في سيرته وسريرته، هو الموفق في قلبه الذي امتلأ بالله عز وجل وامتلأ بما عند الله، لا يغتر بشيء، حاله كله مع الله. ولذلك في قصص الأنبياء الذين قص الله أخبارهم كيف ذلوا لربهم واستكانوا وتضرعوا لله وما اغتروا وما ضيعوا الأمانات وما خانوا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد.